هاي النبات الوسترية، الستار فروت، فاكهة النجمة. شوف النموات الخضرية ما شاء الله، كلش حلوة ومتأقلمة ويا جونا، بس ما تتحمل الحرارة المباشرة، لازم أقل شي تخليها سهران، واحتمال مستقبلا حتى السهران يرفع. هاي مثل ما تشوفون ارتفاعها تقريبا متر 70 سنتيم، أكثر مني بشوية تقريبا. هذا مطعم وجاهز وكامل، ننتظر هاي السنة حسب ما عرفت يثمر بشهر العاشر وينضج الثمر مالته بالشتاء، الفواكه الشتوية هيك عرفت وسمعت، لأن لحد الآن لم يتم بالعراق أو أصلا ما موجود إلا ما ندر. شوف النموات من كل مكان يتفرع ما شاء الله، وارتفاعها كلش حلو، ما نحاول أكثرها لأن بذورها غير متوفرة وصعبة شوية، تحتاج وقت، بس طبعا نحاول تجارب يعني ليس تجاريا يعني. إذا حصلنا بذور طبعا، وتنبت البذور عود طعم، سواء تنجح عندنا، بس ما إلى مستقبل بالعراق يعني كاستثمار تجاري. تفيد للحدائق المنزلية خصوصا بها كثافة نباتية، أنصح بها إن شاء الله خير.